يا ماما مفيش انسان ما بيكذبش، كلنا للاسف ساعات بنكذب. مش يكذب 3 سنين داخل خارج شايل ابنه بيتعشى مع مراته رايح جاي قدام الناس، ايه مفيش لحظه فكر فيها مع نفسه ان الست دي ملهاش ذنب اقول لها على الحقيقه؟ اسكت يا حسام، النهارده ليله فرحك بلاش تقلب عليا المواجع. ايه يا بنتي؟ ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا مش قايله لك نامي براحتك خالص. خلاص يا ماما بكتب اخر حاجه في المقاله وهبعتها على الجورنان وابقى كده خلصت. جورنان ايه بس؟ انت ناسيه ان النهارده فرحك، يعني المفروض انك تنامي عشان يبقى وشك مرتاح بالليل. ما خلاص يا ماما الراجل اتدبس، يعني لو جه لقى وشي مش مرتاح هيسيبني؟ طبعا لا. كل حاجه في حياتكم لا بقى ليها قيمه ولا طعم. تعرفي انا لما اتجوزت ابوك الله يرحمه قعدت اسبوع قبليها نايمه ومرتاحه وبجهز للفرح. ليه يا ماما؟ كنت رايحين تحاربوا؟ اهلا. ازيك يا احلى طنط في الدنيا؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ حنان موجوده؟ اه طبعا موجوده جوه، اتفضلي. ولو اني ما بعرفش ازغرط بس هحاول. مبروك يا احلى عروسه في الدنيا. بقول لك ايه، انا معاكي من دلوقتي لحد ما اسلمك لاخويا. حلوه قوي اسلمك دي، وكمان لايقه على اخوكي قوي. تشربوا ايه يا حبايبي؟ انا ممكن اشرب شاي والنبي يا طنط، بس كوبايه كبيره لحسن ما نمتش من امبارح والله من الفرح. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه، تشربيها بسرعه علشان انا عندي ميعاد عند الكوافير الساعه 12. الكوافير مين؟ الكوافير بتاعي متفقه معايا. لا 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 سيبك من الكلام ده خالص، الكوافير هيجي لك لغايه هنا وانت قاعده معززه مكرمه، ومش اي كوافير بقى، ده كوافير اليسا كمان. خلاص عم شكري اتفق معاه ودفع. عم شكري مين؟ عم شكري ده بقى تقدري تقولي عليه دراع بابا اليمين، ما بيعملش اي حاجه الا باوامر منه. بس انا ما ينفع. بقول لك ايه، ما تبسبسيش، انت تقعدي كده وما تفكريش في اي حاجه وكل حاجه هتتعمل لك، واعملي زي ما انا عملت يوم فرحي بالظبط. طب الباب. صباح الخير. صباح النور. ده ميس حنان؟ ايوه. الورد ده علشان. شكر قوي. استاذن بس. شكرا. ألف مبروك عبد الحميد البكري. ده من أستاذ عبد الحميد البكري. بقول لك إيه يا عروسة، ما اسموش الأستاذ عبد الحميد، اسمه أونكل عبد الحميد. ألو. أيوة يا حس. نهار أبيض يا حبيبي. أنا عند العروسة طبعًا، هكون فين يعني؟ لا مش هديها لك. بقول لك إيه، اسمع مني بس. فالوحش انك تكلمها او تسمع صوتها ولا تشوفها حتى لغايه ما تجيلك بفستان الفرح بالليل. خلاص يا سيدي، اللي عايز تقوله لها قوله لي. بتطمن عليها؟ ماشي يا سيدي، هقول لها انك كنت عايز تطمن عليها. باي 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 يا عريس. سياده الرائد كان عايز يطمن عليكي. طب ما تقوليش ليه، كنت عاوزه اتكلم معاه. بقول لك ايه، يلا البسي بسرعه عشان هاخدك مشوار ساعه وهنيجي على طول. مشوار ايه؟ احنا مش قلنا العرايس ما تسالش؟ العرايس تنفذ وبس. يلا بقى اعملي لك همه. الشيطان بس يا ستي. أنا والشيف. يعني تقدري تقولي كده إن حياتنا هتفضل زي ما هي. أنا وحنان هنقعد عندك 3 أيام والتلات أيام التانيين عند مامتها عشان ما نسيبهاش لوحديها هي كمان. مرتاحة يا ست الكل؟ طول ما أنت مرتاح يا حبيبي أنا مرتاحة. بس اليوم السابع بقى هتعملوا فيه إيه؟ لا اليوم السابع ده بتاعنا أنا وهي لوحدينا. أنتوا الحموات هتقعدوا مع بعض وأنا وهي هنقعد في الشقة التانية لوحدنا. يا ألف أهلاً وسهلاً، أنت عارف إن أنا بحب الناس. وبصراحة الست دي لما اتعرفت عليها حبيتها ست بنت ناس كده ومحترمة. والله يا ماما هي كمان حبيتك قوي ودايما بتوصيني عليكي. ايوه. ست الرائد حسام؟ ايوه يا فندم. خير. شكر النبراوي من طرف الوالد. لو تسمح لي سعادتك اخد من وقتك 5 دقايق مش اكتر. ايوه طبعا يا فندم، ثانية واحدة بس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا ست. اهلا وسهلا. اتفضل. الوالد موصيني امانه ان انا لازم اديها لك. دعاء
دول تذاكر سفر طيران درجة أولى، وده ورق إيجار العربية اللي هترافقك أنت والهانم طول مدة الرحلة، وده العنوان اللي هتنزلوا فيه وتقضوا فيه شهر العسل، 164 شارع بابا دوبنس. بصراحة أنا مش فاهم حاجة. أفهم سعادتك. شايف سعادتك ده؟ ده القصر اللي أنت والهانم هتقضوا فيه شهر العسل. أيوه، فين الكلام ده؟ أنا مش فاهم. في أتينا، في اليونان. طب وأنا هروح اليونان إزاي؟ أنا فرح النهارده ومعيش فيزا أصلاً. وبعدين مين اللي قال الكلام ده؟ لحظة واحدة يا سعادتك. أيوه سعادة الباشا. أيوه أنا مع حسام بيه. لا لسه سعادتك. حاضر حاضر. اتفضل. ألو. اسمع يا حسام، أنا عمري ما قدمت لك أي حاجة يا ابني. أصعب حاجة على الأب إنه ما يقدمش حاجة لابنه. معلش أرجوك توقف. أنا عايزك تسافر وتنبسط أنت ومراتك وتقضوا أحلى شهر عسل في الدنيا. معلش عشان خاطري ما تردليش طلب. حاضر يا بابا حاضر، بس أنا هروح اليونان إزاي وأنا معيش الفيزا؟ طب وحنان؟ ما حنان ما عندهاش خبر خالص ولازم أخد رأيها. حاضر يا بابا خلاص. والله أنا مقدر مشاعرك. حاضر. مع السلامة. مع السلامة. اتفضل. الفيزا وإجراءاتها اتعملت يا حسام بيه، والمندوب بتاعنا مستني على باب السفارة نص ساعة بالظبط، وتكون الفيزا اتحطت على الباسبور. أبو حنان، الأنسة حنان خدت الفيزا من ساعتين. شهر عسل في اليونان. وكان لازمتها ايه شحطتنا معاك كده يا سيد؟ عايز تروح الفرح روح انت، واخدنا معاك ليه ولا ايه؟ يا اما شغل الضراير دوا. الله مالك فيه ايه؟ ده فرح حسام الرائد، حسام اخويا، وبعدين مش معمول في اي حته، ده معمول في نادي البوليس، يعني كفايه بس الرطب اللي رايحه. وبعدين لازم تخش على مراته كده، يعني تحس انه ليه عيله، عزوه، مش مقطوع من شجره. بابا بابا عاوزين ناكل. ولا انا مش اديتك اكل الشيبسي وقلت لك كله واهمد لغايه ما اروح الفرح عشان في اكل ياما؟ ما انا لو اكلتك دلوقتي نفسك هتتسد. اقعد يا اقعد واهمد يا كل حبيبي كل. صباح الفل يا اسطى. سيجاره عشان الطريق، روش نفسك. ها ما تخافش من موضوع الركنه، الفرح معمول في نادي البوليس، ولو في حاجه في المرور بس لا غيني. شكرينا يا استاذ سيد. يا مسهل يا رب، ربنا يكرمنا في المشوار دوان ونقفش كده اي مصلحه. ما تشغل لنا كده اي مزيكا ولا حاجه، بقول لك فرح دخلنا في الموت. من عيني. لا يا خفيف متكسل. انت كسل. يا شمع يا شمع، ده اخويا وده فرح، يعني انا لازم اكون موجود اعمل الواجب ابارك كده يعني. ايه الازدواجيه اللي انت فيها دي يا محمود؟ امال احنا كنا بنعمل ايه طول النهار؟ كنا بنهتف ضد مين؟ مش ضد الشرطه وضد الداخليه؟ انت نفسك كنت بتقول ايه في المظاهره؟ مش كنت بتقول امن الدوله يا امن الدوله، فين الامن وفين الدوله؟ ايوه بس ده مش امن دوله، ده شغال في السجون. اسوأ واضل سبيل. السجون؟ وما ادراك باللي بيحصل في السجون؟ ما هي الا معتقل مصغر من المعتقل الكبير اللي احنا عايشين فيه. يا ماما هو انا رايح ايده، انا رايح اقف جنبه وابارك وخلاص، وانا كنت عايزك تيجي معايا. عايز انا اجي معاك؟ يا شمم يا شمم، احنا دلوقتي انا وانتي في مقام المخطوبين، وكل اخواتي هيكونوا هناك، ودي فرصه كويسه جدا انا اعرفك على اخواتي. اسمع يا محمود، انا يسعدني ان اتعرف على اخواتك ونقرب منهم. حلو. لانهم في الاخر بيمثلوا الاغلبيه المطحونه اللي احنا بندافع عن قضيتهم كل يوم. بالظبط كده. لكن افرض بقى يا محمود ان انا قابلت حد من القيادات في الفرح، تفتكر انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انا اقسم بدين انا لن اتورع. خلاص خلاص ياما لن اتورع. ايه خلاص خلاص، انا هروح الفرح خمس دقايق ابارك وامشي على طول. خلاص. والاجتماع بتاع الحركه اللي هنعمله بالليل مش هتيجي؟ لا حاجي حاجي، هروح الفرح شويه واجي لك على الاجتماع. خلاص كده؟ خلاص. اهدي بقى هات حجر بقى. Don't need it.
النهارده فرح ابن الشيخ عبد البصير، عقبال ولاده. ربنا يتمم له بخير ويخلف الخلف الصالح، امين يا رب. الزواج ستره وحصانه من المعصيه. يهمك الكبير يا استاذ عبد الحميد. اول بختي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يهدي سره ويرزقه من واسع يا رب. ربنا يسمع منك. ما تتلم يا دي يا سعيد، المسخره والسفاله دي. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي. جري يا شيخ عبد البصير. هلا. النهارده ليله الدخله. ومن هيص النهارده الهيص امتى يعني؟ سيبه يا شيخ عبد البصير. الفرحه حلوه برضه. وهو يعني فرح لازم يعمل تهتك ومجون وسفاله بالشكل ده؟ تعال ورايا. يلا يلا. النهارده فرح ابني، عقبال ولادكم. شوفوا بقى. الخلافات اللي بيننا شيء، والمجاملات الاجتماعيه شيء تاني. مش كده راضي بيه؟ أنا مش عايز حد يزعل مني في الدنيا دي كلها النهارده. مبروك يا سيدي. أنا مش هحس إنها طالعة من قلبك غير لما تشرب الشربات، ولا أجيب لك ليمون بالنعناع. ألف مبروك يا عم. ربنا يجعلها ليلة سعيدة إن شاء الله. ساهم فيه برضو. النهارده فرح ابني. فكها. خلي الليله تعدى على خير. مبروك يا استاذ. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. انا مش عايزك تشيل هم. انا شلت هموم تهد البال. وعدت. كل شيء هيعدي. شو عايز؟ يا سعد حميد. ايوه وصل الخميس. اتكلم سياده الباشا المأمور عايزك بنفسه في مكتبه. المأمور بنفسه عايزني انا؟ ليه؟ هو انا شرفني يا سعد حميد. يلا اشوف قاعدين ومبسوطين وفرحانين. يجي لك القضاء المستعجل. على اذنك خليل بيه. ادخل. معلش يا باشا، انا عارف اللي احنا زودناها شويه، بس اصل الليله دي يعني دخلت ابني عقبال اولادك، ومش ممكن الليله تعدي سكيتي كده. الباشا عاوزك يا عبد الحميد.
كرسي. يلا اقعدوا اقعدوا. ايوه على الكراسي دي. ايوه ايوه. لا اقعد انت هناك، مالكش دعوه بده، اقعد هناك. ها بقول لك يا حوده. ايه يا حبيبي؟ هو البوفيه ما فتحش ليه؟ لا ما هو ليه معاد بيتفتح فيه؟ معاد ايه يا حوده؟ يعني هو بقى عامل زي المحلات، معاد يفتح ومعاد يقفل. بعدين ركز حواليك، ده كلهم داخليه، المفروض يفتح لهم البوفيه 24 ساعه في 24 اورز. اه لا بس لازم الاول بقى الناس تقعد تعرف اماكنها، تاخد صورها، وين بقى يتفرجوا بقى على المطربين والرقاصه. رقاصه؟ ايه ايه؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه يا محمود؟ اقسم بالله لو طلعت رقاصه دلوه ما اقعد في المكان ده ولا دقيقه واحده. خلاص خلاص. استهدى بالله، استهدى بالله يا شيخ عبد الله، مش كده؟ خلاص بلاها الرقاصه، ولو عايزنا نمشي نمشي. بس والنبي بعد ما البوفيه يفتح، العيال دي ما اكلتش من اول امبارح. اتقي الله. شكرا. خلي بالك من عرفت عمر. الف مبروك يا عريس. اقعد اقعد، حد يسيب عروسه زي القمر كده. مبروك يا عروسه. ميرسي. الف مبروك يا بنات. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا هانم. اشكرك. بصراحه يا فندم انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا مبسوط قوي ان حضرتك شرفتني. ده انا اللي سعيد ان انا موجود، بس على فكره انا مش جاي لوحدي. انا مش فاهم قصد حضرتك. شكرا يا بابا، شكرا على كل اللي عملته معايا. انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. ربنا يسعدك يا حسام ويتمم لك بخير. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. لو سمحتم يا جماعه انا عايز مايك. هو هتكون هتغني ولا حاجه؟ انا عاوز اقول لكم حاجه وعايز اقولها قدامكم كلكم. انا اسمي الحقيقي حسام عبد الحميد البكري، ابن عبد الحميد البكري، والراجل ده يبقى ابويا. والست دي امك، اوعى تنساها، دي اللي شالتك وربيتك وكبرتك، الست المحترمه الفاضله عصمه جمال الدين، ام العريس وابوه كمان. مبروك يا عصمه. مبروك يا عبد الحميد. حبيبي يا ابو السيد، والله ما اعرف انك هنا. انا كنت في البوفيه بضرب لقمه، لقيت زيطه وزمبليطه، قلت وزير الداخليه جه، ما اعرفش ان هيبتك اعلى منه بكتير. اللي انت عملته ده، حد يهرب من السجن ويجي فرح في الداخليه كلها؟ اهرب ايه يا حمار؟ اهرب ايه؟ ده هم اللي خرجوني علشان احضر فرح اخوك. والله العظيم الليله دي ما كانت هتبقى ليله من غيرك حبيبي. احب اعرفك بقى، تعالوا يا اولاد تعالوا، سلموا سلموا على جده. مين دول؟ احفادك احفادك. ان شاء الله بقى كده لما تغم الشده اللي انت فيها دي ونقعد كلنا ونتلم حوالين بعضينا. خشي خشي يا ام السيد، سلمي على ابو السيد. ازيك يا ام السيد؟ الحمد لله. ازيك انت عربي؟ الحمد لله. مش عارف هذا اقول لك ايه، اقول لك عقبال سيد اصل السيد مش بيدينا فرصه ندعي له الحقيقه. ربنا يقويك عليه. انت جبت دول امتى؟
أنا لو قعدت عمره كله أسدد في اللي أنت عملتهولي لولادي مش هقدر. صحيح مش هقدر. مهم بقى إنك أنت تقضي الفترة اللي فضالك دي على خير وتخرج تمشي مظبوط والصفحة القديمة دي بقى تطويها. خلاص بقى يا سيادة اللواء، بقى عندي حاجات كتيرة خاف عليها زي ما أنت شايف. ربنا ما يحرمنا منك. أبوي إيه يا أب في إيه؟ كنت عاوزك في كلمتين على جنب. إزيك يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله سعادة البيه، الحمد لله. الشيخ عبد الله بقى ده الواد المبروك في ولادي. صحيح طيب واخلاقه عاليه وبتاع ربنا ويعجبك قوي. انت هتقول لي يا شيخ عبد الله ان احنا عارفين بعض كويس قوي. اه صحيح. عارفينه كويس قوي. بعد اذن سيادتك اتفضل. يا عبد الله لسه المنبور ناعم مع الراجل وانت رحت داخل الدخل الراجل اتفزع افتكرك لابس حزام ناسف ولا حاجه وهتفجر نفسك. وما دخلوك هنا ازاي؟ اصل بصراحه كده ابوي في موضوع وانا عايز اعرف قراره منك. موضوع ايه؟ عم جاد الله جاني وجايب لي محل كبير قوي في السوق وبيقول لي انك دفعت له ثمنه كاش وكمان عاوز يعمل عقد البيع باسم انا. ايوه انا اشتريته وقلت له يديهولي. كيه يا ابوي؟ انا ما اقدرش ادفع ثمن. ومين قال لك انك هتدفع حاجه؟ مش انت مسؤول مني؟ وعيالك مسؤولين مني؟ وانا ابوكوا. ايوه ابوي بس. بس ايه؟ انا ابوكوا ابوكوا وما تقلبش دماغي بقى. خلاص يا ابوي اللي تشوفه عليك الامر وعلينا السمع والطاعه. مش ده قصدي يا عم شكري. انا قصدي يعني نعمل حصر الممتلكات ابونا، نفهم الاراضي العقارات الفلوس الكاش اللي في البنك ده وراني حته قصر انما لو اتباع يجيب لنا ملايين قد كده في اليونان. يعني نفهم ايه اللي لينا وايه اللي علينا. يا ابني هو انت لا قدر الله ابوك جرى له حاجه عشان نقعد وندور على الميراث؟ ابوك لسه عايش وربنا يديله الصحه. وانا بنفذ التعليمات قال لي اختار لك محل بورسعيد عشان تاكل منه عيش. شاور انت على المحل وانا هتفق مع اصحابه. ماشي انت بتسيح ليه؟ بتسيح ليه؟ ما تتعصبش احنا بناخد وندي في الكلام. طب لو افترضنا يعني اللي احنا جبنا المحل نجيب له بضاعه منين؟ ما انت عارف انا اجيبه مهويه هابي نيو يير ده انا يا دوبك بقضي اليوم بيومه. ها؟ هتسيب المحل فاضي وما تجيبلوش بضاعه وبعدين بعد كده بقى 3 4 ايام نبيع عشان نجيب الكاش عشان اعرف اعيش. وانت يعني هتغلب في البضاعه يا سيد؟ ما طول عمرك بتشتغل في اي حاجه. ما هو محدش دلوقتي بيطلع بضاعه غير لما ياخد فلوسها كاش توتو على كبوتو. شوف بقى احنا هنفتح لك المحل ونملاهولك بضاعه وربنا يكرمك. ابوك عايز يطمن عليك يا سيد. ربنا يخليهولي ويزيدوا من نعيمه. طب بالمناسبه دي ما تيجي انا وانت نروح نقعد نتكلم معاه عشان تبقى المحادثه اوبن اير وانا عارف انه هيحس بيا حنين بالذات لما يعرف اني مشروخ. سيد ابوك مبسوط ومزاجه حلو. ابوس ايدك ما تعكننش عليه الليله دي. محضر مفاجاه لاخوك ومراته. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟
لما قلبك بقى يرتاح خلينا اقول لك الكلمتين. مستني ايه؟ معرفش اقول هاي وهوريو، معرفش اقول غير اي لاف يو، بقول بحبك وربك ايه، وعليك كمان بتحبني فبقولها كلام ونصيحة من تعليم ايام، ما تسيبش حد عشقت عليه. تعالي 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 يخرب بالدعالي، تعالي 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 هو الجميل بقى يقتن في، تعالي 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 طب في العمل ولا في كله، تعالي 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 خلتنا نقول فصحى وعامية وهقول لغات للمعلومات. الصبح بجري أربع ساعات وبعوم فراشة جمعة وثلاث وراك وماشي بك إصبعين. تعالي 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 لي خرب الدعاية، تعالي 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 هو الجميل بقى يقتن في، تعالي 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 طب في العمل ولا في كل ايه يا استاذ ابو حميد؟ انت اتعديت مني ولا ايه؟ انا بقالي نص ساعه بتكلم وانت ساكت، مالك؟ انا كنت فاكر انك هتيجي مبسوط من الفرح. لا الحمد لله مبسوط، انا اصلي حاسس ان انا خلاص كده اديت رسالتي. لا لا صوتك فيه حزن يا استاذ ابو حميد، انت عارف احنا دلوقتي بين عشرة وبنحس ببعض من غير ما نتكلم. انت مش فرحان؟ انا فرحان، بس ساعات الفرح بيلمس الحزن اللي مدفون جوه الواحد. قول لي جواك، انا عايز اسمعك فضفض لي، انا ياما فضفضت لك يا اخي. خليل بيه انا كان نفسي اكون راجل محترم فعلا، كان نفسي ولادي يبقوا فخورين بيا يتباهوا بيا قدام الناس، كان نفسي ابقى وزير مثلا، ابقى لواء بجد زي اللواء سامح واعمل فرح لابني والحكومه تيجي تجاملني. طيب الحكومه كلها جت الفرح يا استاذ عبد الحميد؟ جايين لحسام للرائد حسام ابني، انا جاي لي كمسجون، بكره هتلاقي مكتوب في الجرايد إن معالي الوزير سمح لمسجون إنه يحضر فرح ابنه. كلمتين كده عشان يسكتوا الجماعة بتوع حقوق الإنسان. وصوروا للشعب كمان إن الشرطة حنينة وبتعطف على المساجين. أنت إنسان غريب جدا يا أستاذ عبد الحميد. في اللحظات الصعبة المؤلمة اللي الواحد لازم ينفجر فيها من العياط، بلاقيك متفائل مبتسم ولا كأن في حاجة، وفي لحظات الفرح والسعادة بلاقي رد فعلك كده. معاك حق، أنا جيت الدنيا دي غلط وارتكبت غلط وبفرح في الأوقات الغلط وببكي في الأوقات الغلط. أنا جعان، أنا ما أكلتش ولا لقمة في الفرح. جعان إيه بس يا أستاذ حميد؟ إحنا خلاص داخلين على الفجر، أجيب لك أكل منين أنا دلوقتي؟ مفيش أي حاجة. Thank you.
ايه حكايتك؟ عايز تمشي ليه؟ ما انا قلت لك هجدد لك وتخليك معانا. انا اول مره اشوف واحد ملهوف على الخروج للمعاش بالطريقه دي. انا خلاص اديت رسالتي وحاسس ان انا قدمت اقصى ما عندي، وبعدين الاجيال الجديده كمان لازم تاخد فرصه. احنا عندنا ضباط صغيرين في الوزاره في منتهى الكفاءه واحسن مني بكتير، واذا اتحطوا في مراكز قياديه هيثبتوا انهم قد المسؤوليه. هتخرج تعمل ايه؟ انت لا متجوز ولا عندك اولاد؟ هعيش بقى. انا اصلي عندي بيت صغير كده في العين السخنه هروح اقعد فيه، واطلع كل يوم على البحر اصطاد سمك. ده لسه غاوي حكايه الصيد دي؟ ما سيادتك عارف دي هوايتي الوحيده. طب اسمع يا سامح، انا رشحت اسمك ضمن بعض الاسماء المرشحه لحركه المحافظين الجدد اللي هيتم تعيينهم الشهر الجاي. ما دام يا سيدي عايز تسيبنا، على الاقل تشتغل في العمل العام. ده شرف كبير ليا ان سيادتك ترشحني لمنصب مهم بالشكل ده، انما اصله انما ايه؟ انت عندك اعتراض على دي كمان؟ لا يا فندم مش قصدي، بس انا حاسس ان انا لو كان عندي اي حاجه تانية اقدر اقدمها اكتر من كده ما كنتش اتاخرت. انا بقالي سنين مقدم على خروج رغبه، وحاسس ان انا هكون سعيد لو نهيت حياتي العمليه بالشكل ده. ماشي يا سامح، ما اقدرش اقول غير ان ربنا يوفقك. متشكر متشكر يا فندم. حط لنا حاجة نسمعها يا حسن بدل الغم اللي احنا فيه ده. حاضر يا باشا. ايوه ايوه خلي نانسي خلي نانسي. اجي اخد سعادتك بكرة الساعة كام يا باشا؟ لا انت خلاص مش هتجيلي تاني خالص يا حسن. ليه يا باشا خير؟ اصل انا خلاص سبت البشوية ورايا في الوزارة لما نزلت اركب معاك.